أول خبر معنا في أخبار التكنولوجيا بيقول صبي هندي يبتكر أصغر قمر صناعي في العالم. ابتكر صبي هندي يبلغ من العمر 18 عاماً نموذجاً لقمر صناعي يبلغ حجمه أصغر من الهاتف الذكي، حيث أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن نيتها إطلاقه يوم 21 يونيو، وتمكن هذا الطفل الذي يعيش في الهند وهو في الصف الثاني عشر من المشاركة في إحدى المسابقات العلمية التي سميت مكعبات في الفضاء والتي نظمتها وكالة الفضاء ناسا. وسيتم تصنيع القمر الصناعي الذي أطلق عليه اسم كلامسات من خلال الطبقة ثلاثية الأبعاد، كما سيتم إطلاقه على متن صاروخ من طراز SR-4 من منشأة وابلوس للرحلات الفضائية في فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية.